مري عازل نفسي من العريبة وشرف عالها بنت مشيت القطة حانة وكل بلاد ورتالها فضوا هالسرامكم ورخيوا الناس وحوالها كنشت العسى تنفع راين ساينا رجالها عريبة ماشي في بالها تلف على هبالها بالضبط كيف القحبة كيما تحمل فيها مالها نحية سروالها تحكي كان بسيد رجالها بالضبط كيف الخردة اللي تستنى في حمالها عريبة نقصانيك كيما عريبة نيك في حالها ناس كل تسالها زادوا فكولها بترولها ليقلها الامريكاني حاشي البش ما هو سالها سبيا ينيكوا فيها وزاد خوها في وذن حكالها مازالوا ثلاثة توا ترتح وامك ما في بالها لحزرة للزب زاد حطوا في وكالها هكا صرف الطفلة وحتى بوها ما وسرالها قالوا مالنا ومالها بحرامها بحلالها بلاد مشات رجالها صحرا مشات جمالها يكموا مش كي تخلط تونس ما يتصلح حالها مش كي تجيبوا شعب جديد ويحكموا دلالها بلاد عريان الزق واللي عنده ما خلالها برايها بكوالها باللي حاشيها لها تونس بلاد الخير شكونوا لمنا يكلي قالها بلاد ذا اللي خدامها سمت وزبالها بلاد اخو ما تعطي ما طول زبور محبالها باللي بديت نتعلم وانا نسمع في موالها وذني طرشت عيني تشوف اللي سرق اموالها بلاد مهملتني ولا عمري جيت على بالها نتشرشكي نستعمل المخدرات وامثالها في الخير ما يسألوش عليك في الحبس انتي شايلها عبيد موتة بالحياة والفقر حاشيها لها بلاد المحبة فيها بقل الرجلة يقول كفالها زمرة وكعبتين رجال بقيم غرفة نسالها زمري ما يردعني شي وكلمتي قوالها مش بالقوة والجرام ربوبة مجريها لها قبلها مشتفي ربوخ وكلمة في مجالها حبي بربش زبي منايك شاف النار مشالها Excelencia Amigas y amigos, muy buenas tardes. El propósito original de esta reunión ha sido desvirtuado totalmente. Se nos ha impuesto como centro del debate un mal llamado proceso de reformas que relega a un segundo plano lo más urgente, lo que los pueblos del mundo reclaman con urgencia, como lo es la adopción de medidas para enfrentar los verdaderos problemas que obstaculizan e impiden los esfuerzos de nuestros países por el desarrollo y por la vida.